هلو، عاملين ايه؟ دلوقتي انا يعني في حته كده ما شرحتهاش كويس، وهي البرانش ايكوال. معلش استحملوني اشرحها تاني. دلوقتي لو عندي برانش ايكوال مثلا S1 S2 L، وبعدها في شويه instructions، وليكن مثلا add subtract، وبعد كده في add تاني ومش مهم بقى ان كان، وبعد كده مثلا جامب ان كان بقى الحاجات. تمام، دلوقتي اللي هيحصل ان زي ما متعودين ال rs ال s1 دي الاندكس بتاعها مكتوب في ال rs، ال s2 الاندكس بتاعها مكتوب في ال rt، بيتقروا. تمام، بيخش على register file، يحصل لهم باك، يتقروا الداتا اللي فيهم، يخش على ال ALU، يحصل عليهم الاوبريشن، ننقصهم من بعض ونشوف الزيرو فلاج. وقلنا في نفس الوقت ايه اللي بيحصل، بنظبط الادرس بتاع البرانش عشان لو هيحصل برانش نبرانش على طول. تمام، ايه الادرس بتاع البرانش بنظبطه ازاي؟ ال L دي مش بيبقى مكتوب فيها الادرس على طول، هو مش مكتوب فيها مثلا ادرس 32 بت اول ما ونروح ناخده على طول نحطه على البي سي وخلاص، لا، هيبقى مكتوب فيها انا هنزل كام مره، يعني انا هعدي كام انستراكشن. مثلا لو مكتوب فيها 3، فانا من بعد الانستراكشن دي انا هنزل 3 انستراكشنز فاروح للجمب. تمام، فاسمه ايه ده، احنا محتاجين بس نمسكها نظبطها شوية. ليه؟ عشان اولا هي 16 بيتس، فانا محتاجة اخليها 32 بيتس، فانا بعملها ساين اكستنشن، ودي اول حاجة. يبقى احنا او إيه اسمه ايه ده، اول 16 بيتس من على اليمين اللي هم الاوفست بناخده نعمله ساين اكستنشن، يبقى 32 بيتس عشان نعرف نتعامل معاه. تمام، بعد كده بنعمل ايه، بنضربه في 4. ليه بنضربه في 4؟ لان انا قلت لكم احنا لما نيجي نجمع 4 بنروح للانستراكشن دي، نجمع 4 تاني نروح للانستراكشن دي، نجمع 4 تالت نروح للانستراكشن دي. فانا عايزه انا دلوقتي اقف عند الانستراكشن دي وعايزه اروح عند دي، فانا هجمع 4 بعد كده هجمع 4 بعد كده هجمع 4. تمام، بس فعشان كده ضربنا الرقم ده في 4 عشان نوصل للادرس اللي احنا عايزينه. وبعد كده بنجمعه على البيز ادرس. ليه؟ عشان قلت لكم ان ده مش ادرس جاهز، هو ادرس بس، او مش ادرس اصلا، هو عباره عن رقم بيحدد لي انا هنزل كام مره لتحت، او هعدي كام انستراكشن لتحت. وهيبقى نفس الكلام على فكره، هو ممكن يبقى بنيجاتيف 3، نيجاتيف 3 ده يعني انا هطلع لفوق، فانا هعمل معاها نفس الكلام، هعمل ساين اكستنشن، والساين اكستنشن دي هتاخد بالها من الساين، لان مثلا نيجاتيف 3 هيبقى مكتوب على اخر بيت على الشمال 1، ده معناه ان هي نيجاتيف، فهو لما يجي يعمل ساين اكستنشن هيزود واحد، هيزود 16 واحد كده. تمام، عشان تفضل ان اخر بيت على الشمال عندها بواحد، عشان يفضل فاهم ان هي نيجاتيف. تمام، وهنعمل فيها نفس الكلام، هنضربها في 4 ونجمعها على الايه، على البيز ادرس، فتطلعني فوق بدل ما تنزلني تحت، بس كده. فانا مش عارفه ليه ما شرحتهاش كويس، بس يعني سامحوني معلش.